من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا جزيلا دائما ابدا مع خلودك يا كريم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله جزى الله عنا والدينا خير الجزاء جزا الله عنا معلمينا خير الجزاء جزا الله عنا مشايخنا خير الجزاء نسألك اللهم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا سلطان يا إيمان يا إحسان يا عظيم الشان يا هو يا حاضر يا من لا يغيب يا مجيب يا قريب يا سميع يا بصير يا سريع الوحى الوحى العجل العجل الإجابة الإجابة أجب دعوتي واقضي حاجتي يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا عالم السر والخفيات بأهيا شراه يا أدناي إصبعوت يا ملي عظائم الأمور يا من لا تأخذه سنة ولا نوم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا محيط يا جامع يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أحوان قاف أدم حم هاء أمين أنت ربي يا الله يا قادر يا قدير يا مقتدر يا جاعل يا آمر يا مسبب يا من تقول للشيء كن فيكون اللهم يا سمي إذا ما تقطعت الأسباب ويا رجائي إذا ما قلغت الأبواب ويا أنيسي تحت طبقات التراب أسألك اللهم بالركن الأيمن وبالمحراب زر فتحت الكتاب يا الله يا عزيز يا كريم يا وهاب يا جليس الذاكرين يا أنيس المنقطعين يا من أنت في قلوب المنكسرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير الرازقين يا رب العالمين يا رب العرش العظيم يا رب الناس يا ملك الناس يا إله الناس يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدة لا إله إلا أنت سبحانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا وللسائر المحروم ولكافة المسلمين أجمعين اللهم ربنا اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اغفر اللهم لنا ولموتانا وموتى المسلمين وانصر اللهم الإسلام والمسلمين يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا بالأولياء بالصالحين بجمعهم من جاءنا القرآن عنهم مرشدا فري بفضلك إلهي كربنا يا خيرا مد الأنام له يدا ربنا انظر إلينا بعين الرحمة واجعلنا من عبيدك الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك يا كليم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ألف صلاة وألف سلام عليك وعلى بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الله الله